ومن موسكو ينضم إلينا مباشرة الصحفي والمحلل السياسي السيد أندريه أنتوكوف. أستاذ أندريه، مرحبا بك. أهلا بكم. بداية أستاذ أندريه، ما الجديد الذي قدمته أستانا 9 عن سابقاتها؟ أنا في الحقيقة أعتقد أن هذه الجولة 9 هي كانت هامة بالنسبة للجولات الأخرى، لأن في السابق شاهدنا عدة أحداث وكثير من الأحداث، وأنا أقصد التطورات في الغوطة الشرقية والضربات الأمريكية وإلى ما هنالك. ف يعني الهدف الرئيسي لهذه الجولة كان يعني فحص ما حصل و يعني تبادل الآراء بهذا الخصوص وإلى ما هنالك. وهذا البيان الختامي لمفاوضات أستانا تشير إلى أن هناك توافق كامل ما بين دول الثلاثة الضامنة للمفاوضات أستانا. وفي الحقيقة الأهم النقطة برأيي الشخصي أن كما يشير هذا البيان الختامي أن تلك المناطق خفض التصعيد هي ظاهرة مؤقتة فقط، وهذا يقال في هذا البيان بكل صراحة. أنا أقصد أن حينما تم توافق أو موافقة حول إنشاء مناطق خفض التصعيد، سمعنا كثير من الاتهامات والقلق تجاه روسيا بأنها تؤدي إلى تقسيم سوريا، ولكن روسيا ردت بأن المناطق خفض التصعيد هي ظاهرة مؤقتة، والآن الأحداث في الغوطة الشرقية تشير إلى ذلك بكل الوضوح. أنا أقصد أن في نهاية المطاف يجب أن نصل إلى المصالحة الشاملة ونتخلص إن صح التعبير من مناطق خفض التصعيد كلها نعم للحفاظ على وطن الأرض السورية. نعم أستاذ أندريه، ولكن أنت ذكرت بأن هذه الجولة شهدت توافقا كبير، ولكن هذا التوافق جاء على حساب غياب عدد كبير من القادة العسكريين في الفصائل المسلحة، كيف يتم تفسير ذلك؟ هذا شيء مؤسف جدا، وليس فقط القادة من المجموعات المسلحة، بل أيضا الوفد الأمريكي كان غائبا، وهذا شيء مؤسف جدا، وهذا لا يساهم في المصالحة. يعني المهم الآن أن في نهاية المطاف، وأنا أعتقد يجب على كل الطرف في سوريا أن يفهم ذلك، أن لا يمكن أن يكون في سوريا المجموعة المسلحة خارج إطار الجيش العربي السوري أو الجيش السوري إذا سيتم توافق بهذا الخصوص في الدستور المقبل. أنا أقصد في أي دولة من الدول العالم لا يوجد هناك يعني مجموعة مسلحة خارج الجيش الرسمي، وهذه فقط الجريمة. فلذلك ما نحتاجه هو مصالحة شاملة بتوافق وبمشاركة من قادة المجموعات المسلحة. والنقطة المهمة هنا أن روسيا مثلا لا تتجاهل تلك المجموعات المسلحة، وهي جاهزة للتعاون معها، وهذه النقطة المهمة. أستاذ أندريه، أنت ذكرت بأنه لا يمكن وجود أي مظاهر مسلحة، يعني ولكن هناك في إدلب، وهي إحدى مناطق خفض التصعيد، يوجد العديد من الفصائل المسلحة وفصائل متطرفة أيضا ومصنفة إرهابيا، كيف من الممكن أن يتم التعامل مع هذه الفصائل في المستقبل؟ أنا أعتقد أن البيان الختامي يشير إلى ذلك بكل وضوح. إذا نتحدث عن المجموعات الإرهابية مثل جبهة النصرة والمجموعات الفصائل متعاونة معها، فيجب على كل طرف قضاء على هذه المجموعة على هذه المنظمة. وفي نفس الوقت هناك طلبات مستمرة من روسيا حتى لتنفصل المجموعات المسلحة من جبهة النصرة ومن منظمات الإرهابية، ويعني
وتتخذ الخطوات باتجاه المصالحة. يعني في كما قلت، في نهاية المطاف روسيا جاهزة للتعاون مع تلك المجموعة لتتحاور مع تلك المجموعات المسلحة، وفي نهاية المطاف لتحترم أهدافها. ولكن روسيا وعلى ما يبدو تركيا وإيران لن توافق أبدا على تواجد المجموعات الإرهابية مثل جبهة النصرة، وهذا ما يتعلق بإدلب. نعم أستاذ أندري، يعني الملفت في هذه الجولة بأنه لم يصدر أي تعليق من قبل الفصائل المسلحة أو المعارضة إذا صح التعبير بخصوص نتائج مؤتمر أستانا 9، يعني كيف يتم فهم موقف المعارضة هذا؟ كما قلت، هذا شيء مؤسف جدا. المعارضة يجب أن تفهم أن الطريقة الوحيدة في هذه الظروف هي الطريقة السياسية لحل الأزمة السورية. وإذا وعندما ترفض المعارضة المسلحة مشاركة أو مصالحة، فهذا لا يساهم في إيجاد حل سياسي. في الحقيقة الموقف المبدئي الروسي هو أن من يرفض حل سياسي، من يرفض المفاوضات، هو تعتبره روسيا قوة إرهابية ويجب قضاء عليه. هذا الشيء، هذا الموقف مبدئي. نعم أستاذ أندري، يعني خفض التصعيد في الجنوب السوري لم يكن من نتاج أستانا كما نعلم، ولكن كان بتوافق روسي أمريكي أردني، ولكن كيف سيتم التعامل مع هذا الملف في المستقبل؟ أنا أعتقد كما كل منطقة خفض التصعيد يجب يعني انضمام تلك المناطق إلى أو تحت سيطرة السلطات الشرعية السورية. فيعني لا يوجد هناك موقف خاص أو شيء خاص بخصوص منطقة خفض التصعيد في الجنوب، وهذا شيء عادي ويجب أن يرجع أو ترجع إلى أو تحت سيطرة السلطات السورية. أستاذ أندريا، يعني نفهم من حديثك بأنه سيكون الموقف في الجنوب السوري كما شهدت الغوطة وباقي المناطق، من الممكن يعني أنا برأيك المقصد؟ أعتقد صحيح، وباقي المناطق يعني في نهاية المطاف نحن نحاجب بحاجة إلى مصالحة شاملة. هذا ما يتعلق بمنطقة في الجنوب ومنطقة في إدلب وغيرها من المناطق، وتوحيد أراضي سورية تحت سيطرة السلطات السورية. ولكن هذا لا يعني أن كما قلت روسيا ترفض حوارا مع المجموعة المسلحة أو المجموعة المسلحة أخرى. في حال نشاهد حوار بناء، فيجب على المجموعة المسلحة في الجنوب أو المجموعة المسلحة في الجنوب أن يشاركوا في الحوار في الحياة السياسية السورية وعلى ما هنالك. نعم الصحفي والمحلل السياسي السيد أندريه أونتوكوف، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من موسكو.